بمن حملوا قيما تنار بها السماوات وحياتنا أحلى إذا اتسعى للخير وازدانت به الذات وحياتنا أحلى بكم ولكم من قلبنا الداعي تحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية مسائية طيبة لكم جميعا، تحية لكل من يشاهد معنا حلقة اليوم ويتابع في حياتنا أحلى. أنتم الآن أكيد على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من حياتنا أحلى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كما هو معلوم نحن مقبلون على شهر رمضان، شهر الرحمات والغفران، شهر تتجدد فيه الطاقات ونجتهد خلاله في فعل الطاعات وتتجسد فيه عبادة الصبر على الملذات. فعن كيفية استقبال الأسرة لشهر الفضيل وكيف يمكن للوالدين أيضا زرع حب هذا الشهر في نفوس أبنائهم سيكون محور حلقتنا لهذا اليوم. خلونا بداية مشاهدينا في الحلقة المميزة هذه نهنوكم أكيد بقدوم هذا الشهر الفضيل، اللهم بلغنا هذا الشهر ربي يتقبل في كل طاعتكم. زي كل موسم رمضان ذكروا بعضنا البعض بمجموعة من النقاط وأيضا الخطوات العملية المفترض إحنا خلينا نقوم بها قبل شهر رمضان. مفترض أن تكون لكل شخص خطة واضحة الأهداف قبل شهر رمضان بحيث أنه هو ما يضيعش هذا الشهر في خلينا نقوله في أمور الحياة وفي مشاغل الدنيا ويتمر هذا لأنهم أيام معدودات، يمروا الأيام هذوما وإحنا ما حققناش فيهم أي إنجاز أو خلينا نقوله ما غيرناش فيهم، كما المتعارف عليه أنه هو شهر التغيير وأن هي فرصة على الجميع أن يستثمرها. خلونا نرحب عبر الهاتف بالأستاذة زهرة أوشن الداعية الإسلامية. مرحبتين بك أستاذة زهرة. اهلا مرحبا بك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يومكم طيب مبارك ان شاء الله. نعم بارك الله فيك استاذه زهره، حابين نهنوك اكيد بقدوم هذا الشهر الفضيل، وهل من خطوات عمليه تعين الاسره على استقبال شهر رمضان سواء كان من ناحيه النفسيه او الروحانيه؟ اول شيء نحييكم وايضا انا اهنئكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان وان يجعلنا فيه من اهل الصيام والقيام وان يتقبله منا وان يرفع به درجاتنا ويجعله محطه لمزيد من الطاعات والتغيير لنا ولكل انحاء العالم الاسلامي. باذن الله. نعم. طبعا هو رمضان فعلا كما أشرت هو شهر التغيير وهو سبحان الله يعني فرصة من عظيمة من الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل احتفاء واحتفالا بالقرآن كما يقول بعض العلماء. جعل فيه شهر كامل هو شهر القرآن، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فالله سبحانه وتعالى أرادنا أن نقترب أكثر من القرآن من خلال هذا الشهر الكريم، فجاءت هذه العبادة السامية الراقية التي تسمو بالإنسان تجعله في مصاف الملائكة يعني سبحان الله. فجاء هذا الصيام، صيام حقيقة الآن حتى العالم يتكلم عن الصيام هم أحيانا ليس من قبيل التعبد لكن هم يتكلموا عنه كيف أنه هو يعني ليه منافع صحية تعود على الجسم. نعم نعم. نحن طبعا لا نأخذه بهذا المأخذ، نحن هذا عبادة وهو ركن من أركان الإسلام الصوم كما تعلمون، والمسلمون الحمد لله يعني في بلدان العالم الإسلامي تعودوا أن يصوموا هذا الشهر والحمد لله، يعني بالعكس هي عبادة تقوي الإرادة، هي عبادة ترك أصلا يعني أنت تترك شيء صحيح، فهي تختلف يعني حتى عن العبادات الأخرى. والترك سيد نادر والمستمعين حضرنا اليوم أيضا في حلقة في برنامج خير وبركة الميل تكلمت عن هذه النقاط يعني كان عنوان الحلقة رمضان استعداد فإمداد. فسبحان الله العظيم يعني الترك والتخلي ليس شيئا سهلا يعني الانسان مثلا يعتاد على اشياء معينه من الصعب ان هو يتركها، فهل العباده هذه تقوي عندنا
الإرادة، والإرادة هي طريق للتغيير. نعم. يعني بعض الناس مثلا لماذا لا يتغيرون؟ لأن عندهم عادات معينة يتمسكون بها، هم ممكن يعتقدوا أن هي حتى ليست صوابا ولكن يستمرون عليها، خلاص تعودت عليه. فلما يبدأ المحطة الأولى في التغيير أن يكسر تلك العادات السلبية، أليس كذلك؟ نعم. رمضان هذا يقوي إرادة الإنسان بحيث سبحان الله العظيم يكسر الروتين ويكسر العادات اللي هو تعود عليها، ويستطيع من قبل لا يستطيع أن يمسك على الطعام كل هذا، أهو يمسك، ومن قبل أصبح سيفطر في موعد آخر مع المغرب، ومع هذا يفعله سبحان الله. نعم. فهي محطة بالفعل مدرسة، رمضان مدرسة الإنسان يخرج منه من الصبر والإحسان والتقوى والشكر والصدقة وكل هذه الأشياء الجميلة. والفرصة هذه لابد لها من استعداد حتى يكون هناك إنذار. أنا أيضا تضيع الفرصة مشكلة أيضا يا أحمد. نعم. صحيح. يعني البعض الناس للأسف يقول لك رمضان وربي بيها تفتح فيه الجنان، يسمع كل هذا المبشرات، ونحن نعم هي مبشرة كثيرة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والآيات التي تنزل في فضل القرآن في رمضان في البقرة لكن هل مثلا أنت لو مرت على محل ومكتوب عليه فرصة لكن أنت لم تدخل لتشتري؟ نعم. بعد صحيح. يعني فاتتك الفرصة. فالمعنى أنه لا بد من استعداد لكي يحصل الإمداد. صحيح. وإلا فستذهب الفرصة وستضيعها، و يعني لا أقصد أنت حضرتك أضرب مثل فقط. نعم. وتنتهي هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى لما أعطانا هذه الفرصة ولما جعل هذه الأيام المباركات اللي هي أيام معدودة، أيضا المغبون مغبون ما نضيعها. للأسف بعض الناس رمضان عنده صح تغيير روتين، لكن تغيير روتين بشكل كيف نقول لمزيج، معناها تنوع أكبر في الأطعمة، سهر إلى الصباح، هذه أشياء معناتها دراما جديدة ومش عارفة كذا. أيه. فهو يعني ما الذي سيتغير فيه؟ بالعكس هو فتح بابه، أو للأسف الآن في عالمنا تفتح أبواب للشهوات وكذا. صحيح. شهر رمضان الكريم. نعم. فأنت ماذا ستستفيد من هذا إذا كنت فتحت؟ أين هي الإرادة وأين هو التغيير؟ ثم أين هو الاحترام والتقدير والهيبة لهذا الشهر الكريم؟ صحيح. حتى الله عز وجل يقول ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. لهذا العلماء لما الأيام مثلا مباركة وفي مضاعفة للأجور، ايضا الذي يستهين بها ولا يعني يهتم بها ولا يقيم في مقامها الصحيح، هو ايضا قد يكون يعني ينال الوزر والعياذ بالله، ونسال الله ان نكون من المفرطين. نعم. وفي الحديث ورد رغم امرئ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما امن على دعوات الجنين، ذكر منهم من أدرك رمضان فلم نغفر له. فنعوذ بالله، لماذا؟ لأن بعد كل هالفرص هذه إنسان يضيع وقته هنا وهناك، وللأسف الشديد يعني هذه الفرصة ولا يدري إذا كان سيعيش رمضان القادم أم لا. فبالفعل المحطة التي أريد أن نركز عليها اليوم، علينا أن يكون هناك استعداد بالفعل لشهر رمضان الكريم حتى لا تذهب فرصة رمضان، وهذا يمكن أن نعين فيه أنفسنا وأبنائنا بوضع خطة. نعم. طيب. حتى خطة بسيطة يعني. طيب. بأن الأسرة كلها تتعاون من أجل. أكيد. سنتحدث عن تفاصيل هذه الخطة أكثر من خلال حلقتنا اليوم. خليك معنا أستاذة زهرة. خلنا نرحب عبر الهاتف بالأستاذة فاطمة زيو، مدرب التنمية البشرية. السلام عليكم أستاذة فاطمة. كل عام وأنتم بخير. نعم، وأنت بألف خير بمناسبة قدوم هذا الشهر. أستاذة فاطمة، تكلمنا مع أستاذة زهرة وكلمتنا شوية عن أهمية هذا الشهر الفضيل وكيف ممكن نستغل هذه الفرصة. حتى نستغل هذه الفرصة وحتى يكون بالفعل هو شهر تغيير، لازم أننا نستثمر الوقت. نتحدث معك عن أهمية الوقت أستاذة فاطمة خلال شهر رمضان.
نعم، في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحييك أخي نادر وحيي جمهورك الكريم ومتتبعينك. نعم. لو تحدثنا على إدارة وقتنا في شهر رمضان والشهر الفضيل، كيف يتم استثمار كل ساعاته وكل دقائقه من أجل أنه هو فرصة الحصاد للعام بأكمله. نعم. وأيضا هو نقدر نقول فرصة لحصاد للعمر بأكمله، يعني هي محطة نستوقف فيها مع أنفسنا، مع الله عز وجل، مع حتى الناس، مع العباد اللي هم حوالينا ومتعايشين معاهم. كيف نقدر نستثمر الوقت في هذا الشهر الفضيل؟ نعم. من ناحية سواء ترتيبه أو من ناحية الاستعداد المسبق، يعني نبوش نغلط ونقول الاستعداد اللي منتشر اليومين هذينا. نعم. بالطريقة المغلوطة. لكن لما نتحدث عن الاستعداد يكون هناك توازن ما بين الاستعداد للتجهيز للأسرة، لاستعداد البيت، لاستعداد أيضا الاستعداد الأهم اللي من أجله جاء هذا الشهر. نعم. هو الاستعداد الروحاني، هو الاستعداد اللي أنا نبي نستثمر فيه في 30 يوم هذين، كيف نقدر إني أنا حصيلة الأجر والثواب، حصيلة ما تاه مني كل العام، ما تاه مني من وقت، من أعمال خير، من عبادات، من كذا. فرصتنا في شهر فضيل الوقت حيكون فيه بالضرورة يكون فيه منظم، يكون فيه أوقات العبادة، يكون فيه أوقات الجمعة الأسرية. نعم. يكون فيه العلاقات الاجتماعية، يكون فيه العلاقة الخلوة مع الله عز وجل، يكون فيه البحث، تصفية الحسابات مع النفس، تصفية الحسابات مع الله عز وجل. فنحن فعلا محتاجين أن يكون عندنا استعداد من نوع آخر، الاستعداد الروحاني اللي هو نقدر نقوله من خلاله أن الإنسان يبدأ صفحة جديدة، كأنه ولد من جديد. فيخرج من هذا الشهر بأكثر صفاء مع نفسه. نعم. مجدد النية مع الله عز وجل. يصنع قدوة داخل أسرته وداخل بيته، بحيث أنه هو كيف ينقش فكرة الاستعداد الروحاني للأجيال. نعم. ما ينفعش اليوم نجد أن السوق يكتظ بالناس لتجهيز لشهر رمضان. ما ينفعش نلقوا الشراء والمقتنيات كلها أمور دنيوية. نعم. وترك ما جاء من أجل هذا الشهر. أيه. يعني هذا الشهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر. سبحان الله، كيف نتركوا الاستعدادات الروحانية بإني أنا كيف نقسم وقتي للقراءة. وغالبا دائما نقولوا أن شهر رمضان هو شهر القرآن. نعم. بتلاوته، بمراجعة ما تم حفظه، بالصلوات، بالنوافل، بالصدقات أيضا، العفو والتسامح لدى الأسر، العلاقات الاجتماعية. نعم. زراعة القيم. زراعة القيم حقيقة، من ناحية الصدقات والعطاء والمساعدة. نعم. والناس تفقد بعضها والناس تساعد بعضها، فهذا كله في شهر رمضان يفترض يكون استعدادنا على هذا النحو. نعم. طيب. يكون استعدادنا استعداد مادي من أجل الأكل والشرب ومقتنيات البيت فقط. نعم. نعم. يعني ما فيش بس يكون في نوع من التوازن. يعني لو حبينا أن نحن نجدد الحياة في البيت، في العلاقات، في التعامل، ما فيش بس. نعم. ولكن يبقى الاستعداد الروحاني هو الأهم وهو الأبطى وهو اللي من أجله. نعم. كان هذا الشهر الفضيل. طيب، زراعة القيم والتعاون وأهمية المشاركة تبدأ داخل البيت، يعني داخل أسرة خلال هذا الشهر. نعم. ومن ثم داخل البيت ويحفزها الشهر. نعم. الفضيل. ومن ثم تنتقل إلى المجتمع بأكمله. نكمل السؤال بس. نوع من السكينة والطمأنينة. نعم. وفيها نوع من الاستعداد الروحاني وتجديد العلاقة والنية مع الله عز وجل. طيب. والتوبة والرجوع من كثير من الأمور. طيب. أستاذة فاطمة، طيب تحدثت قبل قليل عن أهمية المشاركة والتعاون، وقلت أن هي تبدأ من البيت ومن ثم تنتقل إلى المجتمع. أهمية هذا التعاون داخل البيت في شهر رمضان من خلال توزيع الأدوار على الأبناء لتخفيف العبء على الأم، كيف يكون ذلك وأهميته؟
صحيح، دائما نقول توزيع المهام مهم جدا. ومنذ الصغر زراعة هذه القيم في الأبناء والبنات بأننا نحن أسرة واحدة ونتعاون وكل واحد عنده دور معين يقوم به، والتعاون هذا فيه أجر ونوع من أنواع العطاء والبر بالوالدة والأمور هذين كلهن، هذين أمور تدفع بالأبناء برغبة داخلية من أنفسهم. يبقى عندهم نوع من المبادرة، يبقى عندهم قناعة ويقين أن المساعدة اللي هو والدور بيقوم بها فيها أجر وثواب مع الله قبل كل شيء، ومن ثم فيها نوع من العطاء للوالدة عرفان بجميل تعبها وتربيتها والأمور هذين كلها. فلما تنزرع قيمة العطاء والتعاون في داخل الأسرة حنجني ثمارها أول شيء في شهر رمضان، لأنه يعتبر نوع من التعبد، نوع من 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 العبادات والتقرب الى الله بالاعمال الصالحه فعلا. واذا نظرنا الى الاعمال الصالحه قبل ما نخرج بها للشارع وللناس والجيران، علينا ان احنا نطبقها وننفذها مع اسرتنا، مع اهلنا، مع اخوتنا، نساعدوا بعضنا. وزي ما نقولوا هيك باللهجه الدارجه، نقولوا حمل الجماعه ريش، كل واحد يدير دور حيكون عنده الاجر والثواب ونوع من التكامل والتكافل، ويربط العائله اكثر مع بعضها. يقوي الروابط الاجتماعيه بالعائلة اليوم بشكل كبير من خلال توزيع الأدوار، ومن خلال أيضا كل شخص يدير يقدر عليه زي ما يقولوا، فهذا يخلق أجواء جميلة جدا داخل البيت يعني. صحيح. طيب بانتقال الأستاذة زهرة أوشنس، زهرة بعض من الناس أو أغلبنا خلينا نقول نشغلوا بأنفسنا بشكل كبير، كيف هي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى وعباداتنا وإلى آخره، وهذا جميل، ولكن يكون في إهمال يعني من ناحية أبنائنا خلال هذا الشهر. المفترض يكون هو فرصة اليوم لإعطاء الدروس لتعليم تعليم الدين الإسلامي، لمثلا مراجعة معهم في بعض العبادات زي الصلاة، زي مثلا الصيام، خصوصا الأبناء اللي ممكن أول مرة يصيموا، فمفترض يكون في متابعة واهتمام لهم بشكل كبير. نعم، حي السادة فاطمة لأنها يعني موجودة معنا الآن. سبحان الله، كما تفضلت، هو دائما هو أولا أؤكد على مسألة التوازن. الأمر الآخر بالنسبة للأبناء، القدوة هي في أخي الكريم، القدوة هي الأساس. يعني لما مثلا لما يكون في رمضان البيت هو الذي يتعامل مع رمضان بطريقة سلبية التي أشرت إليها، أن رمضان هو السهر وهو النوم متأخر وهو دخول المطبخ لساعات طويلة جدا، وهو فما الذي سيكون في ذهن الطفل مثلا؟ الطفل هذا هو رمضان، أن تغيرت أشياء، أن في أكل جديد، أن في سهور للفجر، حتى الأطفال ما يلبسوش للفجر، وبعدين ممكن ينوضوا متكاسلين من مدرستهم، معناها احنا ما علمناهمش. لكن لما نحن يرون في البيت الأجواء الرمضانية، أجواء القرآن وأجواء المشاركة في الصدقات، يعني احملي بنيتي هذه لجارتك، ويعني شوفوا فيك كيف أنت تعمل في هذه الأشياء، فأكيد هم حيكون لهم الأثر بدون ما أنت تعطي محاضرات ولا شيء. الجلسات العائلية اللي مثلا خاصة في الأوقات الطيبة المباركة مثل مع الفجر مثلا، مثل أنه نحن نحرص أبنائنا، لا لازم نصلي مع بعض الفجر، لازم كذا، أنه نجلس الجلسة ولا نقرأ في القرآن وهم يقرؤون معي، لا شك أنها تضيف الكثير. فالقدوة والترك والتعامل الطيب، أنه هذا شهر الفرحة، هذا شهر السرور، هذا شهر نسكن فيه السعادة، هذا شهر ربي يحبنا لهذا جابهولنا الشهر هذا. أحيانا بعض التعابير البسيطة وأحيانا بعض التنافس البسيط، بس أنا أختم بشيء عملي أنا جربته من سنوات. يعني كنا في المساجد وكان فيه طبعا اهتمام في المساجد في رمضان بالذات، فعملت متذكر إن عملت شيء رفقة صويحباتي في المسجد وكذا. المهم حتى أحكي لك هذا أكثر حتى من 10 سنوات. فعملنا جدول صغير وملون فيه مثلا متابعة سهلة هكذا للطفل أو حتى غير الطفل يتابع فيه أعماله اليومية، من صلاة، من نوافل قسمناها، من صدقات، من كذا، من أخلاق معينة يريد تغييرها، وجدول بسيط سهل، نعمل صح خطأي هكذا يعني. فأعطيت وزعنا البطاقات هذه اللي طبعناها وكذا، فذكر واحدة صديقة عندها هي 4 بنات،
فتحكي لي تقولي يا زهرة أنت درتوا أثر يعني كمجموعة كبيرة جدا في بناتي. بناتي كانوا حتى يتكاسلوا شوية حتى على بعد صلاة المغرب ما يتنفذوش مثلا وهكذا يعني ما يحرشوش هالبحر، فلما نجدوا هذا بدوا يتنفسوا. من هي اللي بتقرأ القرآن أكثر؟ من اللي عرفت يعني خلى عندهم حافز؟ فأحيانا بعض الأشياء اللي هي نراها نحن صغيرة البطاقات الجميلة اللي نعطيها لأبنائي نعمل فيهم نوع من التنافس نوع من الهدية إنه هذا إن شاء الله حيكون جائزة، هذا هو شهر الجوائز مثل ما نجيب لكم في جوائز في أعياد ميلادكم أو كذا. مثل هذه الأشياء ممكن نقربهم أكثر وأكثر من شهر رمضان الكريم مع أن ممكن نختار لهم شيء جميل طيب. استاذ زهره، التصرفات والسلوكيات اللي قاعد يفعلها الاب والام في شهر رمضان لها وقع وتاثير كما تحدثتي على الابناء اليوم بشكل مباشر، سواء كان بشكل الايجاب كما تحدثتي او بالسلب اللي نحن نقوله تو، بمعنى ان بعض الاباء ممكن نتيجه ارتباط المدمنين على الدخان وكذا فتلقاها في شهر رمضان متعصب جدا على ابنائها، الام كذلك بعض الامهات نتيجه ان هي ممكن تعب البيت وخارج البيت وكذا فديما ترسل الى ابنائها اشارات سلبيه بمعنى اني تعبت وشهر رمضان هذا كان ضغط علي وكذا، فيتاثروا ايضا من ناحيه سلبيه بالنسبه للابناء. صحيح. لان هم لم يتعاملا الى هذين النموذجين على سبيل المثال لم يتعاملا مع شهر رمضان بطريقه صحيحه. بالضبط هذا اللي ناكد عليه، هو رمضان شهر التغيير تقويه الاراده. يعني الله سبحانه وتعالى ممكن وكثير من الناس يتخلصوا من عادات سلبيه مثل حتى عاده التدخين او على الاقل يخففوا منها شهر رمضان الكريم. والانسان ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع حتى في لمن يدع قول الزور والعمل به فليس على الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وإذا سابه أحد أو شاتمه ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقل إني صائم. ليس ردة الفعل وإمساك الغضب وكذا هو مطلوب، بالعكس. وبعدين عندنا فلسفة أخرى في مسألة إنه يجب أن نبقى ساعات في المطبخ. هذا خطأ يعني خلاص تعودنا عليه، وللأسف بعض الرجال لا يعينون زوجاتهم ويطالبون يعني كل فرد في العائلة يريد يتشرط أنواع من الأصناف من الأكل. نعم في هذا من إسراف ونحن نمر بأزمة اقتصادية. والله أخ نادر أنا قريبة جدا من يعني من مجتمعي وأدرك يعني فعلا في ناس لما نمر وناخذ صدقات وكذا في ناس بالفعل يعني كيف نقولها لك بالليبي يعني نقولها بكل سهولة أن ما عندهاش بشي شيء خبزة بجدية مش مثلا مبالغة. في ناس ما يذوبوش في اللحم. انت طيب انت ليش يعني هذا؟ لو ان انسان مرأة مثلا قالت لابنائها اليوم انا في رمضان هذا نتفقوا كل واحد منكم عنده اكلة معينة يحبها انا نديرها لها في يوم. اليوم ندير نوع ثاني. نقتصدوا جزء من مما نريد ان نصرفه في هذا الشهر، هذا مش شهر اكل، هذا شهر صوم. ونعطوا فيهم نصوموا معانا عائلة أخرى احنا نقوم باحتياجاتها. شوف انت ردة الفعل صدقني حتى الأبناء سيقبلون، بالعكس سيسعدون. واحنا جربنا في مؤسسات خيرية وكذا لما يأتي الأبناء ترى صغار وفتيات صغيرات يساعدونا في طبعا قبل يعني في تجهيز الأشياء للصائمين وكذا لما يتبرعوا بهم يعني نحسهم هذول في قمة السعادة. السعادة وهي تعمل هذا الشيء. طيب نكمل نحاول ان احنا نغير بعض هذه السلوكيات على الاقل تدريجيا، ما نقعدش نكرر فيها كل عام يعني. هو التغيير كما تحدثنا يعني انه من الصعب ان يكون هنالك تغيير جذري، ولكن إنسان إذ كانت لديه عزيمة وإصرار يقدر يغير ولو حتى بنسبة بسيطة. فاصل ومن بعدها رح نتكلم كيف يمكن للأسرة أن تستعد من ناحية مادية، نقاط جدا مهمة. خليكم معنا فاصل ونرجع بإذن الله. وحياتنا أحلى بمن حملوا قيما تنار بها السماوات، وحياتنا أحلى إذا اتسعى للخير وازدانت به الذات، وحياتنا أحلى بكم ولكم من قلبنا الداعي تحيات.
تختلف أحوال الناس في استقبالهم لرمضان، منهم من تشغله المباريات والمنافسات الرياضية، ومنهم من يمضي أيام الشهر ولياليه في متابعة المسلسلات والبرامج، وصنف آخر همه الأكل والشرب والتسوق. وكثير من الناس يمضي رمضان في النوم والراحة، فيقبل عليه شهر الخير وينقضي دون الاستفادة منه. يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ولئلا ننطوي تحت هذا الوصف، علينا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان بعزيمة قوية ونية صادقة، بأن نستغل أيامه ولياليه لنفوز برضا الله، ونكون كشخص دخل مزرعة مليئة بأنواع الثمار والطيبات فيجمع منها قدر طاقته. خطط لاستغلال وقتك في رمضان ولتبدأ من الآن. هل تعلم أن عدد ساعات شهر رمضان 720 ساعة فقط؟ يذهب فيها ما يقارب 660 ساعة بين نوم وأكل وشرب وزيارات وغيرها من أعباء الحياة المختلفة، ولا يتبقى لك سوى 60 ساعة تعادل 5 أيام فقط. لذلك تذكر أن وقتك ثمين، فلا تضيعه فيما لا طائل منه. احرص على صلاة التراويح في المسجد. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. واجعل شعارك في رمضان: لن تفوتني تكبيرة الإحرام، فلا يؤذن المؤذن للصلاة إلا وأنت في المسجد. أكثر من تلاوة القرآن واعقد العزم على ختم كتاب الله ولو ختمة واحدة، وستجد الوقت الكافي بعد أذان كل صلاة، وليكن هدفك تدبره والعمل بما فيه وليس زيادة عدد الختمات. في شهر رمضان 10 ليال من أعظم ليالي العام، وفيها ليلة خير من 1000 شهر. الكثير منا يضيعها في التسوق والتجهز للعيد، لذلك أنصحك بإنهاء كل هذه المشاغل من الآن قبل دخول رمضان، وإملاء وقتك بالذكر والدعاء طيلة الشهر الكريم، فأبواب السماء مفتوحة. رمضان ضيف قادم، فأحسن استقباله. وحياتنا أحلى بمن حملوا قيما تنار بها السماوات، وحياتنا أحلى إذا اتسعى للخير وازدانت به الذات، وحياتنا أحلى بكم ولكم من قلبنا الداعي تحية. رجعنا معكم من بعد هذا الفاصل، وتحية طيبة لكم أحبابنا وكل من قاعد يتابع ويتواصل معنا في هذه الحلقة، وتحية أيضا لكل من يشاهد في حلقة اليوم على البث المباشر قاعد يتابع ويعلق، تحية لكم جميعا. نرجع مع الأستاذة فاطمة زي. أستاذة فاطمة، كيف يمكن للأسرة أن تستعد ماديا لاستقبال الشهر الفضيل من جانبين، اللي ممكن ميسور الحال بدون ما يقع في التبذير، أو خلينا نقوله اللي ظروفه صعبة بدون من هو يأرق نفسه في مسألة أنه كيف بنوفر هالحاجيات هذه كلها، وأن السيولة ما فيش والأشياء والمواد غالية، كيف ممكن يركز على الأولويات فقط؟ نعم، الحقيقة يا أخي نادر، شهر رمضان هو شهر الكرم والجود. نعم. يعني سبحان الله، دائما مهما خصوصا نحن ربات البيوت اللي متولين أمور المطبخ. نعم. دائما نرى مهما قصرنا أو شفنا أن والله اليوم الأكلات ممكن تكون شوية ممكن، ولكن لما توضع على الصفرة وقت الإفطار فنجد البركة موجودة فيها. صحيح. فبالتالي ما يعني مش الناس أو النساء بصفة عامة اللي هي صاحبة الأسرة واللي تعول في أبنائها وتبي توفر لهم الأكل كمكافأة على الصيام أو كذا، ما تشيلش هم وحمل المصاريف، لأن شهر رمضان الله عز وجل أعطاه لنا للعبادة، وبالتالي رزقه حيكون موجود معه، ولكن نحن علينا نحسن التصرف في الصرف المالي في هذا الشهر الفضيل. يعني ما ينفعش ان الشهر هذا نبو شهر عبادات وشهر تقرب الى الله وتجديد وتغيير وامور هذين، كنا نكون مصرفين في الصرف اللي نهى عليه الله عز وجل. فما ينفعش الاسراف يكون موجود في هذا الشهر. نعرف مقاييس ومعايير كل اسره من ناحيه دخلها، القيمه الماليه اللي تدخل عليها وفي هذا الشهر أو في الشهور الأخرى، شنو الأشياء الضرورية، نبدأ نحدد الأولويات مسبقا. نعم. احتياجات المهمة جدا، المهم أو الأهم قبل المهم. الاقتناء والشراء يكون فيه نوع من المشاركة، ما يكونش يعني
الأب أو الزوج يشتري أشياء ممكن الزوجة ما تحتاجهاش أو مش هي الكمية اللي تبيها، قد تكون أكثر ما تحتاج. صحيح. وهكذا. فالتنظيم والترتيب والاستعداد المادي للشهر الفضيل مهم جدا. نعم. لأن الشهر هذا ما ينفعش يكون عندنا نوع من الضغوطات النفسية في إدارتنا الاقتصادية. أي. سيؤثر على تجهيزاتنا الأخرى، تجهيزاتنا الروحانية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات داخل الأسرة. فالضغط المالي راهو مهم جدا ان نحن نعرف كيف نديروه، كيف بمعنى ان يكون عندنا اسلوب معين في المصرف اليومي، في المصرف الاسبوعي. نعم. في الخضار، في الفواكه، في اللحوم، في الاجبال، في كل الاشياء. نعم. بالعودة إلى عندما يذهب الشخص. نعم. إلى السوق، يعني المفروض أنه يحدد قائمة معينة. في بعض من الناس ما تديش. نعم. لقائمة لا شيء، تمشي بشكل عشوائي وتشتري في أشياء بدون اللي تعاني منها الأسر، يعني يمشي. نعم. بدون مقدار عليها عينة زي ما نقولوا، ياخدها يبيها ما يبيهاش. أي. ما يعرفش. أي. بدون حدود أو مقدار أو كمية معينة، حتى نديروا جدول مسبق أن شنو كل يوم شنو بنديروا من نوعين أكلة، ما فيش داعي نكثروا. يعني ممكن الشربة الليبية أو العربية اللي معروفة ومعها أكلة أخرى، ومعها مثلا نوع خفيف من الموالح زي ما نقولوا نحن اللي يحبوه مثلا، وهكذا. لكن نهتموا أكثر شيء بإني أنا الكمية نفسها اللي تبي تندار. يعني أحيانا في بعض العائلات أو الأسر تطبخ نوعين أو ثلاثة من الأكل، ما هوش كثير، ولكن الكمية متاع الأكل نفسها تتجاوز فيها الحد المطلوب، ويصبح ثاني يوم يتم رميها في القمامة. نعم. نبحث عليه أكل أخرى. فحتى التوازن في الكمية وفي العدد يكون بشكل مرتب مدروس منظم مسجل في قائمة مشتريات، في قائمة مالية حوصلة لكل مشتريات اليوم كم التكلفة اليومية، وهكذا. نعم. لأن من أصف أيضا بعدين عندهم ممكن أطفال صغار يبوا يشتروا لهم ملابس العيد. أيضا ملابس العيد دائما نقولوا يتم شرائها قبل العشر الأواخر. نعم. العشر الأواخر فيها غنيمة جدا للعبادات، ما ينفعش نمشوها في الأسواق سواء في النهار أو في الليل. نعم. طيب شنو هي عودة إلى نعرج شوية بس على موضوع إدارة الوقت يا أستاذ نادر. ايه. حقيقة في إدارة الوقت شهر رمضان الله عز وجل أدار لنا بشكل محكم. يعني مواقيت الصلاة طول العام عارفينها. نعم. ولكن السنة الحمد لله من فضل الله، يعني العام الماضي انحرمت الناس من صلاة التراويح لجائحة كورونا. السنة حيكون في تراويح في المساجد بإذن الله تعالى. فهنهي إدارة الوقت من خلال إدارة وقتنا لأوقات الصلاة، ممكن من خلالها ننظم بقية الأعمال قبل الصلاة وبعد الصلاة. نعم. زي في قراءات الكتاب الله مثلا. زي في الوقت نحدد أمتى ممكن نطلع نبحث نقدم صدقات، أمتى ممكن نحصل وقت نزور فيه، أمتى ندير موعد أسري نجمع العيلة نص ساعة أو ساعة كل يوم نحكو قصة من السيرة، نحكو قصة فيها موعظة وعبرة. نعم. فنقتنم كل دقيقة في شهر رمضان الفضيل المبارك في أني أنا كيف نزرع من قيم، وكيف أتقرب به إلى الله، وكيف أقوم بعباداتي وهكذا، وكيف أني أنا نزرع في أبنائي القيم الإنسانية. إذن هذا الشهر هو شهر التغيير حقيقة. نعم. هو شهر التغيير للعام اللي بعده وهكذا. ويفترض من هذه الفكرة أن يكون عندنا في شهر رمضان خطة لبقية السنة. ما ينفعش يعني نقوم بأدائنا واجباتنا. نعم. هو البداية والانطلاق دائما للتغيير بعدها. نعم. خليك معنا أستاذة فاطمة. هو ترويض للنفس، هو إعادة حسابات، هو إصلاح، هو تربية، هو زراعة قيم، هو قرار تغيير في هذا الشهر يضمن لي أني أنا نستمر عليه نجاهد ونستمر بقية شهور العام. طيب خليك معنا أستاذة فاطمة. أنا وأسرتي كل سنة أفضل من السنة اللي قبلها. نعم. لأن كل سنة نحسن في روحي في هذا الشهر، فرصتنا الشهر الكريم. هو شهر فيه تكون يعني العقول والأرواح، يعني سبحان الله تكون فيها نوع من الهدوء والسكينة والتقرب إلى الله. طيب. والبحث عن الأعمال الصالحة وهكذا. نعم. طيب حنرجع لك، نرجع مع الأستاذة زهرة أوشن. أستاذة زهرة، بصفتك لربما مرأة عاملة، كيف يمكن المرأة العاملة أن توازن بين عملها خارج البيت وداخل البيت؟ لأن بعض النساء هنا في حيرة من أمرهم حيال هذا الموضوع.
نعم، هو يعني جهة عاملة فيه، حتى في البيت تعمل يعني عاملة وعاملة في الثلاثة. نعم. البيت تعمل وداخل البيت يبدأ عندها واجبات. لذلك اليوم أنا في برنامجي تحدثت عن أنه من السنن اللي أتمنى أن نحييها في شهر رمضان مبارك أن يكون الرجل في مهنة أهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون، يعني مثل ما هي مثل ما أنت تصوم وتشعر، هي أيضا شخص، هي أيضا إنسان، يعني هي صحيح. أيضا تحس نقول إحنا اللي بتحس مش تتألم وتتوجع. نعم الأمهات والأخوات والبنات بالعكس، يعني حتى لما يطبخ وكذا الأكثر تعمل بود، يعني نعم صحيح. وهي على يقين هذا أجر، يعني هي مساهمة في إفطار صائم. نعم نعم، هو على يقين أن هذا أجر، وإحنا نقول هي إن شاء الله تحتسب لها في أن هي مأجورة. نعم. لكن هي أيضا تحتاج إلى من يعينها في النهاية، يعني صحيح. يعني هذا التوازن مطلوب، وأيضا هي أيضا تحتاج يعني كيف نفسرها، هي أيضا تحتاج إلى أن هي تقرأ قرآن، ويعني جمال مهما الإنسان قرأ القرآن في خارج رمضان، جمال قراءة القرآن وجمال الخلوة مع الله سبحانه وتعالى وأوقات السحر وهذه الأوقات المباركة سبحان الله، يعني الخلوة فيها مع الله عز وجل والدعاء والاستغفار والقرب منه يعني شيء مميز. فهي أيضا مثلك مثلها، يعني بعض الرجال هو يجلس أحيانا يكون صالح، إنسان صالح وطيب وعلى خير ونحسبه يعني كبير كثير إن شاء الله من الليبيين كذلك. نعم. فهو يقوم من الليل ويعني يذهب للتراويح ثم يأتي ويقرأ القرآن، وكذلك في بيته حتى لما يذهب للشغل يعني يأتي مثلا يستريح. هي المسكينة لا تجد وقت تذهب، مثلا كان عندها شغل وكذا، وحين هي توصل في الأبناء ثم تعود وتدخل المطبخ، لكن هو ماذا يفعل؟ هو يريد افعلي لنا كذا وافعلي لنا كذا، ويشترط يعني أنواع من الأكل، وممكن يكون عنده أبناء كل واحد يبي أنواع. يعني نشوف أن المرأة نفسها لازم هي يكون عندها رأي كما نقوله. أولا هي تضبط وقتها، تحاول أن هي تضبط وقتها، تفهم الجميع أن أنا أيضا عندي حق في العبادة مثل ما أنتم عندكم حق في العبادة. نعم أنا مأجورة يعني بالأشغال المطبخ والبيت وكذا، أكيد إن شاء الله يعني تحتسب فيه الأجر إلى الله عز وجل وتخلص فيه، وهذا يضاعف لها الأجر. نعم. لكن أنا أيضا أريد وقتا للعبادة مثل ما أنتم تريدي، لذلك يجب أن أنظم وقتي. أنا يعني طلباتكم وقسمها كل يوم وحقق نوع من الطلبات لبعضكم والثاني يوم ثاني. أنتم أيضا، نحن أيضا كأسر مفروض نعلموا مثلا أبنائنا الأولاد الذكور بالذات أن مش عيب لو ساعدنا أمنا في البيت أو هيك، يعني هذه ثقافة أن المرأة هي اللي تشتغل وهو مقعمس، ثقافة ليست جيدة حتى على أبنائنا في المستقبل، الأولاد بالذات يعني أو حتى إذا كانوا البنات طبعا من باب أولى. فيجب أن يكون في تغيير مجتمعي، أن احنا راه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين أهله في بيته، عاونوني شوية هذه الأشياء مثلا البسيطة، ترتيب الأطباق كذا، على الأقل الأشياء هي فهي ثقافة مجتمعية يجب أن تتغير، وأن نعين وكل واحد يعين الثاني عشان كلنا نعيش هذا الجمال. يعني رمضان شهر الجلالي وشهر الجمال كذا أنا أسميه. الله عز وجل جمع فيه بين الجلال والجمال، لأنه شهر القرآن، والقرآن في آياته جلال وفي آياته جمال. فنعيش هذه المعاني الراقية بدل ما نحن نفكر بس كيف نبغى ناكل وكيف نبغى نشرب وهيك. وإن شاء الله كلها بجرة، وهو سبحان الله نقطة الأخيرة اللي بقولها لك، سبحان الله هذا الشهر يوضح لك بجلاء جلاء أن سبحان الله أن الله أوضع فينا يعني طاقات وقدرات كبيرة جدا. صحيح. نرسم ونذهب إلى أعمالنا، نقوم بأعمال المطبخ، والشهر هذا تتخطر أقاربك تشيلهم وتتذكر أن عندك صدقات ترفعها، والوقت الحمد لله يعني يتسع بفضل الله وبركته بإذن الله الإخلاص. إن شاء الله. هذا دليل على هذا، يعني أن هذا الشهر يعطينا، لأن الله جعله مباركا، هذا معنى البركة يعني في كل حركته، في كل زمانه، وفي كل
يومي هو في نهاري هو في ليله. صحيح نعم. صحيح. ويظن بعض الناس يعني أن شهر رمضان يكون في خمول أو كسل، أنه غير قادر على أداء مهامه، بل بالعكس اليوم إذ كان أنه هو متعود على الشغل والعمل فيصبح أكثر نشاط وأكثر قدرة يعني بشكل كبير خلال هذا الشهر. بالعودة مع صدفات مزيد صدفات، ما الدراسة مستمرة خلال هذا الشهر، ما هي الطرق أو الأساليب اللي يمكن للأبناء تطبيقها بحيث يكون في موازنة بين الدراسة وبين الطاعات في هذا الشهر؟ قطع الاتصال. طيب حننتقل بالسؤال هذا إلى الأستاذة زهرة. أستاذة زهرة، نتحدث عن الدراسة اليوم مثل كما تحدثنا عن العمل يعني خارج البيت، فكيف على الابن أن هو يوازن هنا بين الدراسة والاجتهاد في الطاعات خلال هذا الشهر؟ أي والله رب يعينهم إن شاء الله لامتحاناتهم في الشهر الكريم. هو صراحة يعني صحيح اشتهر يعني الأفضل أن ما يكونش في رمضان امتحانات. نعم. لكن هم الآن مع أمر واقع في نقطة بس نبي نختم بها كيابي، هي متعلقة أيضا بهذا الجانب. أن العبادة يعني لما نقوله مثلا حتى الإنسان لما يذهب للشغل ويعمل وكذا إلى آخره، العبادة أيضا فيها جزء من المشقة يعني لهذا فيها أجر. نعم. ليس الإنسان لا يشق فيها، لا يشق على نفسه أكثر مما يعني لا يكلف الله نفسا كما قال تعالى إلا نوسعها، لكن أي عبادة فيها مشقة. لما أنت تقوم من فراشك لصلاة الفجر من مشقة، حتى لو في بيتك ويعني مش مثلا مثل زمان أو كذا، لكن هو كل عبادة فيها مشقة والأجر على قدر المشقة. صحيح. فلما الإنسان مثلا عنده أعمال ويرجع للبيت ويكون عنده أيضا التزامات في البيت أو يتكلف نفسه في أشياء مثلا خاصة في شهر رمضان صدقات أو كذا، أكيد في مشقة، لكن هو ماذا يحتسب؟ يحتسب أن الله يضاعف الأجر في هذا الشهر. وهكذا في أي عبادة. صحيح. فنفس الشيء أنا بدي نوجه رسالة لطلاب العلم، هنا نعرف مثلا الآن في كليات أنها امتحانات نفسية وفي كليات لا. الآن سيدخلون في امتحانات نفسية أو بعض أبنائنا. أيه. أنتم احتسبوا الأجر، أنتم الله سبحانه وتعالى سيضاعف لكم الأجر، لأن هذا في شهر الخير يعني في أجر شهر يضاعف فيه الحسنات، والإنسان طالب العلم يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى لأي علم هو درسه، ما دام يبتغي الأجر فهو يحتسب الإنسان هذا الأمر. وأيضا يكون عنده يعني مثلا صلاة التراويح كم تأخذ منه، أو مثلا قراءة ورد من القرآن، هو ليس يعني طول النهار فقط يقرأ. نعم. ويقرأ في ساعات معدودة. فلا بأس أن يعني يتزود بقدر المستطاع بدون طبعا ما يخل بالدراسة متاعة، وهو يفترض أن الطالب هو ذاكر قبلها يعني هو مش في الامتحانات بس يدرس. والأمر الثاني فيه عبادات سيد نادر ونسمي فيها العبادات اللي لا تكلف كثير وقت، ولكن مثلا نعطيك أمثلة بسيطة. نعم. الإنسان مثلا طالب وقال أنا نبي عندي حتى حصيلة، يعني بعض الطلاب عندهم أو أبائهم يعطون في المصروف أو عند الشقاقة إحنا نقوله بالليبي، لو هو مثلا تصدق قال في شهر رمضان تصدق كل يوم بدينار. نعم. كم بيأخذ منه وكم بيشوف الأجر اللي فيبحث عن العبادات اللي هي أجرها كبير في نفس الوقت هي ما ممكن ما تاخذش منا وقت كبير او جهد كبير. صحيح. يجتهد الانسان كل حسب مثلا حسب ما يريد، كان هو يستعمل في وسائل التواصل وكل مستعمل فيهم بس هو يتمنى ان احنا نقلل منها في هالشهر الكريم، مثلا شويه قليل من الوقت اللي بياخذه في التواصل ممكن ينشر فيه خير، ممكن يراعي فيه في اسره مثلا يحث الناس على ان يعطوها. نعم. يحاول ان هو يستثمر وقته القليل حتى القليل من وقته في عمل اعمال تعود له عليه ان شاء الله بالاجر الجزيل. وكما قلت يحسب الاجر حتى في دراسته. نعم. لان الله سبحانه وتعالى، فان شاء الله ربي يبارك لكم وربي يرجعكم جميعا ان شاء الله يا رب العالمين. ونذكر دائما بانه طلب العلم هو طريق الى الجنه، لبالك يعني في قد تكون ظروف صعبة وفي الصيام في رمضان على الجلوس أمام الشاشات اللي للأسف إلا من رحم ربي يعني تضيع الأوقات في رمضان وفي غير رمضان، خاصة في رمضان يعني أي صحيح تضيع الأوقات، تضيع أشياء أخرى، تضيع بالضبط
نعم، العديد من الأشياء. طيب، التعليق على ما نراه من ازدحام يعني على محل المواد الغذائية ومواد منزلية، مشهد يتكرر تقريبا كل موسم رمضان، لبالك الموسم هذا في جائحة وفي ظروف اقتصادية وفي في هلبة مشاكل، ومع هذا كله ما زالت الناس للأسف يعني تتردد على الأسواق بشكل كبير لآخر يوم قبل رمضان وحتى في أيام رمضان يعني. يعني للأسف اللحام من الآن يعني بدأ بشكل كبير جدا، وهو اللي تستغرب فيه مش حتى المواد الغذائية، المواد المنزلية وبالذات مواد الطبخ وكذا. المواد قصدي الأواني يعني. صحيح. وكأن احنا يعني نفس الفكرة تتعاود كل سنة وما صنعناش تغيير فيها يعني. نعم. شهر رمضان هو شهر التمكين كان للأمة، بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، إثارات كبيرة في الأمة، عين جالوت غيرها، فتح الأندلس. ليش؟ ما الفرق؟ ما هو رمضان مر علينا ومر علينا. لكن طريقة التعامل مع رمضان، يعني هل رمضان للتباهي بالسفر؟ الآن كل مرة تدخل أشياء جديدة، فوانيس كذا، أشياء أنواع اكسسوارات ديكورات معينة. نعم نعم نعم، يعني لكن حتى أشياء لماذا نحن نتكلف دائما؟ يعني حتى لو الإنسان عمل أشياء بسيطة أحيانا يصنعها حتى بيديه وكل عام ممكن يشكلها ويغير منها شوية داخل بيته، يعني ما في داعي للبهرجة الزايدة صرف الفلوس. وهؤلاء نفسهم ممكن لتشتري في طقم لمواد اللي شو اسمه هذه أواني منزلية تتكون من، طبعا نحن النساء نفهم في أشياء مش عارفة، فناجيل طقم كامل. نعم، الطقم احيانا يشترى ب 3000 دينار واكثر. صحيح. يعني تصور انت المبالغ هذه نفسها، لو اني نطلب منها نقولها مثلا في عائله فقيره او كذا، لو اعطت لك 50 دينار تحس نفسها اعطت هلبه، وتقول لك الحاله، الظروف والسيوله والكل هذا، يعني بالضبط تظل هالظروف هذه. نعم. تظل الجائحه اللي نحن بتاع كورونا اصلا. صحيح صحيح، ظروف مشكله. اي بالضبط. نعم، وحتى ظروف بلادنا يعني. لا تسمح، يكون عندنا احساس ببعضنا البعض بالمسؤوليه. حتى التجار زادوا الاسعار من فتره، يعني لما يقترب رمضان بده يقول لك الاسعار تزيد. ليش يعني؟ لماذا يعني؟ لماذا لا يكون هناك هذا التكافل؟ يعني نشوف ان المراه الليبيه نستغرب، انا يعني وصلت لمرحله من العلم والرقي وكذا. شاكر تواصلك. تتصرف بنفس التصرفات، ربي ان شاء الله يغير احوالنا يا رب العالمين باذن الله، ونعيش رمضان على حقيقته بإذن الله. بارك الله فيك زهرة. بالعودة للاستضافات مزيو في آخر دقائق، يعني أبرز النشاطات التي يمكن أن للوالدين أن يقوموا بها مع أبنائهم لكسر الروتين خلال هذا الشهر أستاذة فاطمة. نعم، الحقيقة يعني دائما نقول شهر رمضان له هوية خاصة به وله سمات وخصائص خاصة به، علينا أن نحن ما نفقدهنش. نعم. ما ينفعش نصنع عادات وتقاليد جديدة سلبية، لا بمعنى لا تمس هذا الشهر الفضيل بأي صلة. هناك يعني هناك أشياء قد تبتدعها بعض الأسر هي بعيدة كل البعد عن ديننا وعن تقاليدنا وعن عاداتنا، وكأنها أشياء مستوردة. نعم. فمن خلالها ممكن نرسخ، نحن كلنا نعرف أن هناك مسابقات دينية حبذا أن هي تكون موجودة في رمضان. على سبيل المثال نطلب من الأبناء كل واحد يرسم وسيلة ينظم فيها وقته. نعم. ولكل إنجاز أنجزه نعطيه إشارة صح، مثلا الصلوات في وقتها كل وقت حتى يعطي إشارة صح. ماذا تصدقت اليوم؟ دينار، نصف دينار، 2 دينار، حط على مفتاح على كل يوم. نديها به بشكل ألعاب، بشكل فكرة باش تحببهم وترغبهم في الأمور هذينا. أيضا ممكن نديروا مسابقات فكرية إسلامية، ممكن نجلس ونبدو نحكوا من السيرة، أمهات المؤمنين وقصة حياتهم، الصحابة وقصة حياتهم وهكذا. واليوم الإنترنت يفتح لي الآفاق إني أنا نقدر نستعمل العلماء في جذب المعلومة اللي نبيها. وهكذا لو صنعت هذه الأجواء وضعت فيهم قيم وضعت فيهم معلومات إسلامية ودينية، وعرفنا شنو الصح وشنو الخطأ وشنو الحلال وشنو الحرام في هذا الشهر، نستعمله بشكل ألعاب فيها جوائز، فيها مكافآت نهاية الشهر، فيها شراء أشياء وهكذا. نعم. شاكر تواصلك اليوم أستاذة فاطمة زيو، أستاذة زهرة أوشم، بارك الله فيكم، مساهماتكم كانت جدا رائعة اليوم، أضفتوا
نقاط مهمة. النقاط هذه مش موجهة لحد، ولكن زي كما تحدثنا بداية الحلقة ذكروا بعضنا البعض ديما، خصوصا مع قدوم هذا الشهر الإنسان ممكن يكون في غفلة عن بعض الأشياء، فلازم إن هو يذكر نفسه ويذكر بها الآخرين. إن شاء الله استفدتوا من حلقة اليوم وكانت مميزة بحضور الجميع. اللهم بلغنا رمضان، رزقنا الصيام إيمانا واحتسابا بإذن الله تعالى، وبلغنا رمضان هذا العام وأعوام قادمة مديدة. شاكر كل من تواصل معنا وتابع هذه الحلقة، ونتلاقوا معكم إن شاء الله بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. تقبلوا تحياتي وكل فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فشبابنا لصغاره يعطي قدرا ويرفق بالقوارير، والخير مزروع بنا وبه سنضيء أنحاء الدياجين.